سير سلام مبروك الانتصار. الله يبارك فيك. اشنو تقول لنا الماتش بصفه عامه؟ الحمد لله مقابله دازت الاجواء الرياضيه، واخا بعد التحكيم بعد المباراه بعد لقطات غلط فيهم الحكم، ولكن المباراه الحمد لله دازت روح رياضيه ما فيها لا صداع لا حتى شي اشكال، وكنتمنى واحد السعيد لجميع الفرق ارغم ان شاء الله. الله ييسر الامور. شنو الحظوظ ديالكم في المجموعه اللي انتم متواجدين فيها واللي كتصدروها لحد الان؟ الحظوظ ديالنا ما نحتقر على حتى شي فريق، وما نقول لك حتى شي فريق ضعيف، الجماعه الحمد لله قويه وكل اللعابه كلهم في مستوى كبير، وكان الحمد لله اللعابه ديالنا راه في مستوى جيد، وكنتمنوا ان شاء الله بالتوفيق للنهايه ان شاء الله بحول الله. شكرا سيد سلام، بارك الله فيك، بون شونس.